يعني محامي فرج قطش منها 100,000 جنيه وضحك عليها مش كده؟ أكيد متفق مع فرج. فرج ما يهموش الفلوس، فرج عايز ينتصر عليا وبس. ده دليل إنه مش هيسكت وناوي يخوض المعركة لآخرها. أنا ما يهمنيش، أنا معايا حكم من المحكمة، لكن هو لحد دلوقتي ما هوش أي حكم من المحكمة. يا ست، الحكم اللي أنت واخداه من المحكمة ده كان حكم ابتدائي، ومحامي فرج استأنفه، والاستئناف ما اتفصلش فيه، يعني كان موقف الاستئناف لحد ما ياخد براءة. طب افرض بقى انه ما خدش براءة، هيبقى لسه في مشكلة، لأن جوازك قبل الاستئناف ما يخلص يعتبر باطل قانونا. جرايه يا فوزي، انت معايا ولا عليا؟ بلاش تهويني في شغل القانون بتاعكوا ده. انا اللي اعرفه ان انا اتجوزت بعد ما مسكت حكم الطلاق في ايديا، الباقي ده بقى ملياش فيه. ايه ده؟ الله، الكيكة بتاعتك. ماما رح اتجوز فريد، فكرت كويس؟ انا قعدت معاه وبعد ما عصرته عرفت ان هو بيحبني جدا، مش طمعت في ثروتي خالص، وكمان حسيت ان هو الراجل الوحيد اللي هيعوضني عن ماجد الله يرحمه. والله يا بنتي دي حياتك وانت حرة فيه. اطمني يا ماما، انا كل اللي بتمنه لك السعاده والستر. وهتعيشوا هنا في البيت في الفيلا؟ لا، ما هو فريد عنده فيلا. فيلا امه؟ لا لا لا، هو اشترى فيلا من شهرين جديده، انا حتى عرضت عليه ان احنا نعيش مع بعض هنا، هو رفض خالص ان احنا نقعد في اي حاجه من املاكي. ايه رايك؟ انت مش عايز نزعل ازاي؟ ازاي ابني الوحيد يتجوز كده بالشكل ده؟ انا مش فاهمه ليه ده كله. يا ماما في ظروف قهريه، قلت لك. ظروف ايه اللي تمنعني ان انا افرح بابني الوحيد؟ بس العروسه في حاله حداد. حاله حداد؟ ولما هي في حاله حداد راحت تتجوز ليه؟ ويا ريتها حزينه على امها ولا ابوها ولا اخوها. لا، دي حزينه على جوزها اللي مات. انا مش عارفه يا فريد انت راضي ازاي بالوضع ده. عشان انت مخلفه نطر، ابنك نطر. عايز اعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ تعمل زي الناس كلها ما بتعمل، تعمل فرح وتتجوز زي الناس يا ابني. يا ماما ما صدقت انها وافقت. اروح انا اقول لها ناجل؟ ممكن تغير رايها. تغير رايها يعني ايه؟ ازاي ابني الوحيد يتجوز من غير فرح؟ ولازم تعرف ان انت ابني، فاهم يعني ايه؟ وده حلم عمري اللي انا كنت بتمناه طول عمري، ان افرح بيك يا ابني. هو في ايه؟ انت عايز تموتني بحصيتي يا اخي؟ الله ما تفرح. اقول لك على حاجه تحزمي وارقصي. عايزين اعمل لك ايه يعني؟ اتحزم وارقص؟ حرام عليك يا اخي، عايز افرح بيك زي بقيه الناس واعزم قرايبنا وجيراننا. ولازم تعرف ان انا مش راضيه بالوضع ده يا ابني ابدا. لما انت كده في الاول، امال بعد كده هتبقى ايه؟ بس بعد كده هبقى ايه؟ ده انا بعد كده هعمل عمايل محدش يتخيلها. واخبار الشغل ايه؟ كل حاجه ماشيه تمام يا حاج حسب تعليمات سعادتك. يعني الشغل ماشي زي ما كان زهره مدوراه؟ الحمد لله يا حاج ماشي زي الفل. ان شاء الله السنه دي المجموعه هتعمل ارباح كويسه قوي. واخبار الست هانم ايه؟ مش ناويه تتجوز تاني؟ الله يعلم علمك يا حاج، وان كنت يعني شامم اخبار كده من الناحيه دي. خليك صاحي يا منتصر، انا عاوز اخرج عليها حره، مش عاوز ابني حد غيري يربيه. اطمن يا حاج، انا متابع كل اخبارها. الله الله، على فين العزم بقى ان شاء الله؟ رايح كاتب كتاب اختي. نعم؟ وما قلتليش ليه يا اخوان اختك هتتجوز؟ ما كنتش اعرف، كان النهارده الصبح بس قالولي. ولما اختك هتتجوز وحكايه كبيره زي دي ما تقوليش، ولا انت مش مستعنيني؟ يا بنتي بقى فضك من اللي في دماغك ده. ايه مستعنيني ومش مستعنيني؟ هو الحكايه بس جت كده على كم وجه السرعه يعني. طب يا خليل يا حبيبي، مش واجب برضه تقولي تعالي معايا يا بدبد، ولا انا مش معزومه؟ لا، الموضوع ضيق كده عائلي. نعم يا روح امك، عائلة ايه؟ هو انا مش
اللي هي عزماهم، وبعدين امك واختك ما عزموش ابويا وامي ليه؟ الله، ما انت عارفه امي ما بتطيقش لابوكي ولا امك. وانت انت يا بني الموافق على الكلام ده؟ انت القميص اتكسر اللي راح بيه كاتب الكتاب. بعدين كل واحد حر بتصرفه، وبعدين امي مش طايقه امك، فاكره؟ بسبب ان امك راحت قالت شفتوا شفتوا بنتكوا زهرة عايزه تخطف جوز الحانوتي، فاكره مش فاكره؟ وانا مالي ومال الحواديت دي؟ انا ايه علاقتي بالحكايه دي؟ انا مراتك، يبقى اجي معاك على الفرح على طول، فاهم ولا لا؟ ولا انت عايز تروح الفرح وتملى كرشه؟ كرشي اكل اكل اكل، انت على طول كده همك على بطنك. اسم الله، امال انت رايح الفرح ليه يا الدلع عادي؟ مش عشان تاكل وتملى بطنك؟ لا مش هملى بطني، رايح بصفتي اخوها الكبير وكلها هشهد على كتب الكتاب يعني. خلاص، وانا كمان رايحه الفرح بصفتي مرات اخوها الكبير وكلها يعني. بقول لك ايه، رجلي على رجلك بدل ما خليك تطلع من هنا على خشبه. اطلع على خشبه، عاوزه تنفعي ابوكي بديعه، ما تخلينيش اخسر اختي، ممكن تمنع عني مرتبي، وبعدين زي ما فهمتك ده كتب كتاب مش فرح. ايوه يلا يلا، شغل اللوع والكون بتاع امك واختك. خليل بالادب كده يا اخويا، رجلي على رجلك واللي يحصل يحصل. السلام عليكم. عليكم السلام. سبحان الله، الحمد لله. ايوه الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله. اتفضل اتفضل يا مولانا، اتفضل. سبحان الله، الحمد لله. مبروك يا عروسة. يا عم دي قربت تتطلق، العروسة جنبك اهي، اهي اختي حبيبتي اهي. اتفضل بص. اين العروس؟ العروسة اهي اهي، اتفضل يلا خلص. البقاء لله يا بنتي. أوه. والدك ولا والدتي؟ يا عم انت هتفول علينا ليه؟ الله، ما تخلص السبوة بتاعتك عشان نتوكل على الله. طيب اين العريس؟ العريس جنبك اهو يا سيدنا. انت العريس؟ يا عم ركز بقى، ما انا مرزي جنبك من الصبح اهو. وانت العروس؟ هل اوفيت العدة؟ اين الاوراق؟ الاوراق هي يا عم الشيخ، العريس هو اللي قاعد جنبك. وايه الجو الفستان الاسود اللي هي لابساه؟ النبي يا اختي كلمتها كتير قوي، قالت لي ابدا صعبان عليا، مش شاهين عليا لا الاسود ابدا. ولما هو صعبان عليها قوي كده بتتجوز تاني ليه يا اختي؟ ابنك هو اللي فضل يتحنجل ويلح يلح لحد ما وافق. الف مبروك وبالرفاق.